هيك بترعبيني امي. قوليلي انتي متذكره الخطه؟ متذكره ما؟ ايه متذكره. طيب تعي. شو هاد؟ احكي مين مربطني؟ احكي قولي مين الحقيرة اللي تجرأ وربطني؟ هدول هني. عن جد رح تروحي معي على السوق مشان اشتري تياب؟ بكرة عيد ميلاد رفيق إيراني وأنا رايحة. أكيد بروح يا شرطيتنا الحلوة. لك شو صار؟ انت منيحة؟ موجوعة شي؟ شو صار لك؟ يا ناس تعالوا شوفوا هالشرطي كيف دعستي بسيارته بدون شفقة. لك كيف يا عم يسوق وما انه منتبه على الطريق وما بتفرق معه شو بيطلع بوجهه؟ كيف بتعمل هيك؟ معقول هيك؟ شلو ما كنت منتبه؟ انت كيف بتسوق السيارة بتهور؟ انا كنت منتبه منيح وانا عم سوق السيارة. انا ما غلطت، كل الحق عليا. بلكي هلا انكسرت رجلي او صار لي شيء، انا شو بعمل بحالي؟ مين رح يساعدني وشو رح يصير ببنتي؟ انت حرام تكون من الشرطة، حرام تكون، حرام تكون. ساعدوني لأقوم، ما عم اقدر قوم لحالي. لكان روق اهدى، انت لازم تسمع كلامي. بترجاك لكان صدقني انا كتير تعذبت لحتى نزلت لك حرارتك. ليش ما عم ترد علي؟ سألتك مين ربطني وما جاوبتيني. لا لكان احكي. انت شو عم تعمل هون؟ جاوبني، انت مين سمح لك تجي؟ سيد لكان، فيك توقف على رجليك؟ ايه عندي رجلين لحتى وقف عليهم. شو هالسؤال هاد؟ جاي عم تقلي فيك توقف على رجليك؟ شو عم يصير معك؟ حدا قالك اني مشلول؟ احكي شبك؟ ليش عم تطلع فيني؟ قول. ما في شي سيد لكان، لا تفهمني غلط، انت غبت عن الوعي امبارح لانه حرارتك كانت طالعة، بس مثل ما اني شايف هلأ بونام قدرت تعطيك الدواء. انت لازم تشكرها إلها لانك انت ما صحيت بسبب الأدوية، انت تحسنت بفضلها لأن انتبهت عليك كل الليل. يلا فوتوهن لجوا، حطوهن هون هون. بنديا وين كنتي لهلأ وليش جايبة معك كل هالغراض؟ بدي عم انا رحت على السوق، بس انا خلصت بكير وتذكرت انه ريكا كانت طالبة هالغراض، فلانه معي محل بالسيارة قلت ليش ما بجيبهم بطريقي لك بلا ما نضيع وقت عليهم، وهيك وفرنا بنزين وريحتكم من المشوار. هذا السبب. شو رأيكم؟ تصرفت بذكاء، قدرت الامور صح مو هيك؟ ايه فكرة ذكية كتير. جبتي كل الشغلات اللي طلبتهم مو هيك؟ ها؟ ايه اكيد. معقول انسى اي شيء؟ جبت كل اللي طلبتي. شكرا كتير، بس ضل شغله، الغراض لازم ينضبوا وينحطوا بالمستودع. ايه معك حق، اعذريني. لو سمحتوا خدوهن على المستودع بسرعة. استني، اتركي الغراض محله. ليش ستي؟ العمال هون ورح خليهم يحطوهم بالمستودع. ليش حتى استنى لبعدين؟ هلأ ولا بعدين؟ نحن منحب ننفذ الأمور على طريقتنا ورح نكمل عنك. تتأكد مايا منهم وبعد ما تخلص بفوتون لجوا. مو معقول هالختيارة شو لقيمة وعطول بتتدخل بكل شيء. تقدروا تروحوا يلا. ليكي شوتي. نعم. آخر مرة كان كل الرز اللي جبناه مليان سوس واضطرينا نشتري بداله، لهيك قبل ما ياخذوا الاكياس على المخزن لازم نفتحهم نتاكد انه نضاف بعدين ياخذوهم على المخزن. حاضر.
هلا اذا فتحوا الاكياس اكيد رح ننكشف. شو هالورطه هي؟ انا لازم لاقي حل. لكان كلام الدكتور كان واضح، انت لازم تاخذ الادويه ليومين. بترجاك خدن. بدي أما مبين من الريحة أنه الرز نوعيته منيحة. اتأكدي من الكيس اللي جنبه. طيب استني هاد، اتأكدي من هاد. هاد الكيس اللي ورا بنديا. لازم لاقي حل لهالمشكلة قبل ما يخربوا لك المخططات. فكري بسرعة يا ريكا. لحقوني يا شاي كثير سخن، لحقوني رجلي عم توجع عليك. أنا رح روح أجيب مرهم الحروق ومي باردة. إيه يلا بسرعة. ما في مرة طلبنا من ريكا تعمل شغلة إلا ونزعتها. ما بتعرف تعمل شي. خلص بكفي يا أختي. ما يا حبيبتي، يلا جيبي المرهم بسرعة. ليش ما عم تتحرك؟ يعني معقول يكون صار لها شي؟ أنا قدرت أدبر موبايل، بس ما لحقت جيب شريحة. أنا قدرت جيب وحدة، اشتريتها اليوم باسم مجهول، وهيك ما حدا رح يقدر يعرف مين اللي اتصل. شو قوية، ما عم صدق قديشك شاطرة وبتعرفي تخططي. بس أنا خايفة كتير، بلكي كشفونا رح يحطونا بالسجن وما حدا رح يساعدنا. هالشي ما رح يصير. عنا حل وحيد، وهو إنه نصير المسيطرين على هالقصر. ألو، حضرتك المحقق؟ عم بتصل لأنه عندي معلومات مهمة كتير بتخص قضية أختك. أنا بعرف مين الشخص اللي خطف أختك. أنا ما حخليك تروح من دون ما تاخد الدواء. كيف بتتجرأي تعملي هيك؟ كيف بتحاكيني بهالطريقة؟ يلا بعدي. ما رح بعد. أنت أكيد بتقدر تعاقبني إذا بدك، لأني ما عم أسمع كلمتك ووقفت بطريقك. بس بالأول لازم تاخد الدواء. بعدي عن طريقي أحسن. رح أعمل مثل ما بدك، بس لازم تاخد الأدوية بالأول. فهمان عليكي شو بدك.
عم تحاولي تخليني أعمل اللي بدك إياه، مزبوط هالحكي؟ بس ما حذرتي، بدك كون مدين لإلك. بعد ما اهتميتي فيني وأنا مريض، بس هالشي ما رح يصير، فهمتي؟ مفهوم؟ بعدي عن طريقي يلا. بترجاك خود الدواء، وإلا رح يصير معك مثل مبارح وترجع ترتفع حرارتك. وشو مشان مخي؟ آه؟ كيف بدي ريحه؟ كيف بدي هديه؟ بتعرفي شو اللي بيهديني؟ إني أضربك وفش خلقي فيكي، لأنه بس أضربك برتاح. على الأقل وقتها بظن رح نكون متساويين. هذا الحل بيعجبني، لأنه عن جد أنا بكون مبسوط لما أضربك. إذا هاي هي المشكلة، أنت بتقدر تضرب قد ما بدك وأنا مستعدة إني أتحمل الوجع، بس المهم إنك لازم تضل عايش. مشان هيك خد الدواء. خلي هالدواء لإلك، تحتاجي؟ بعرف ليش هيك عملتي، أنقذتي حياتي مشان تخليني مدين لإلك، بس شفتي شلون أنقذت حياتك هلا؟ وهيك صرنا متعادلين، خلصت القصة. رح أشرح لك الموضوع، أنتي ما بتقدري تتدخلي بأموري، فهمتي؟ هذا الشي مو من حقك وأنا ما بسمح فيه. أنت سمحت لي أتدخل بخصوصياتك من اليوم اللي قبلت فيه أني أكون مرتك، لازم تفهم أنه بحق لي ساعدك. يبدو أنك تعلمتي جاتلي، بس مع كل أسف الكلام ما بداوي القلب المجروح أبداً. شو رأيك؟ رح تنجح خطتنا ولا لا؟ رح تنجح، ولما يصير هالشي كل بيجو سراي رح تعرف بالقصة. شوفي هلا بلشت اللعبة. سيدي، هذا هو قصر فولان ثاكور. شو هالجرأة؟ ما حدا قبلك الجرأة إنه يجي على قصرنا، أنت لهالدرجة واثق من حالك؟ اسمعني منيح. الطريق اللي إجيت منه هو نفسه طريق الرجعة، يلا رجع منه. ما بدي يصير مشاكل بنوب. يلا روحوا. لحظة.
معي إذن بالتفتيش. ساتش، شو عم بيصير؟ لا أبدا ما في شيء، شكلهم مضيعين وأجوا لعنا بالغلط. بس أنا دليتهم على طريق الرجعة. معك إذن. وهلا ما عاد معك الإذن. أنت بتعرف إنك ببيجو سراي، وعائلة ثاكور هي اللي بتحط القوانين مو الشرطة. الشرطة بتيجي زيارة بس ليسلموا علينا، ونحن دائما منرحب فيهم. وبما إنه أول غلطة لإلك، نحن رح نسامحك. وهلا انقلع، يلا روح. أنا هون منشان دور على أختي، وما رح روح لحتى لاقيها، فهمان؟ انزل، شو عم يصير؟ خير حضرة الضابط؟ شو هاد؟ طلعي، إجا. ليك شو؟ اسمعني منيح، إذا رجالك بفتشوا هالقصر رح تصير مشكلة كتير كبيرة. شايف الزلمة اللي قدامك هو ما بتفرق معه مين بتكونوا، بس أكيد بتخانق معكن ورح يقلعكن. واللي بيغلط وبيفوت على غرفته ما رح يطلع منها إلا ميت. فهمت علي؟ نقلع. يبدو لسه ما بتعرف أنا مين بكون، ومنشان هيك أنا رح أعرفك عن حالي. خدمت 4 سنين مع الشرطة، حليت قضايا وقبضت على مجرمين، وسجلي مشهور، أنت أكيد ما بتعرفه. لهيك اسمعني، المحقق أفيناش لحد اليوم ما اضطر يستعمل سلاحه أبدا. اتذكر هالكلام مزبوط. يا ريت ما تخليني استعمل السلاح وخلينا نشوف شغلنا، لأنه ما عندي وقت، فهمان؟ شكلك رح تستخدم سلاحك اليوم. انت بتعرف انه فيني أقص بأقل من ثانية وبعدين ما بيفرق معي شي، بس انا محترمك لحد هلأ ورح عد للثلاثة، ولما بخلص عد بوصل للثلاثة رح نعد الجثث اللي حوالينا. 1 ساتش. لك انت شو عم تعمل؟ رافع سلاح بوش ضابط؟ ومعه اذن تفتيش كمان؟ اخي بما انه ابي عينك حاكم على هالمملكة، من الاحسن انك تتعلم مني كيف تتصرف بالوقت الصعب. لهيك طالع سلاحك ووقف وراي. يلا ساتش انت. ريم انت لا تتدخل، روح. 2 الهيئة ما فهمت شو حكيت. قلت لك مو طالع من هون قبل ما لاقي اختي. ساتش. هذا نفس المحقق اللي حرمنا ننفذ آخر صفقتين، واليوم جاي على قصرنا بحجة إنه عم يدور على أخته. شو الوقاحة؟ مو معقول. لازم نتخلص من هالقصة أبي. ساتش نزل سلاحك لشوف. بس يا أبي قلت لك نزل سلاحك. حضرة الضابط بتقدر تفتش.
سيدي، دورنا بكل البيت بس ما لقينا أختك بأي محل. بعد اللي عملته أنا ما رح أسمح أنه يروح تعبي على الفاضي. قلت لك من شوي انه ما رح تلاقي شيء، وهلا بعد ما تهجمت علينا واتهمتنا بخطف اختك بدون ما يكون عندك دليل، قل لي كيف بدنا نعاقبك؟ روشني، 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 روشني حبيبتي، روشني انت منيحة؟ انت منيحة؟ رملال خد روشني على البيت فورا، روحي مع اختي، لا تخافي، لاحقك بعد شوي. صحيح انا لغيت لكم صفقات كبيره بس هذا كان شغلي وما بيصير تدخل الحياه الشخصيه بالشغل. حضره الضابط نحن ما تعودنا ندخل الاولاد بشغلنا، بس انا لقيت اختي عندكم بالبيت. الشخص اللي غلط هالغلطة يسلم حاله بسرعة أحسن له، وإلا رح تندموا وكل عيلة ثاكور رح تدفع الثمن. فهمتوا؟ واحد، اثنين. أنا السبب وراء هاي القصة أخي. أنت شو عم تعمل بريم؟ إذا قبضوا عليه بتهمة الخطف بدل الأب رح أخسر فرصتي الوحيدة لأوصل للسلطة. شو عم تستنى؟ يلا اعتقلوني. رح أقول لك الحقيقة أنه بريم عم بيكذب عليك. أنا المسؤول عن هاي الجريمة. بابا بريم، أنا وأنت متأكدين أنه ما حدا من عائلتنا ارتكب هالجريمة البشعة، بس مو مهم، لأنه أهم شيء عندي يا ابني إني أحمي بيتي وعائلتي من الأذى. لهيك خليني روح معهم. لا يا بابا، أنا رح روح. بريم، بلعبة الشطرنج بتقدر تتحمل خسارة كم جندي بشكل عادي، وهالخسارة ما بتعني إنه اللعبة خلصت، بس المصيبة إنك تخسر الملك، تخسر اللعبة. أنت هلأ ملك بيجوسراي وأنت المسؤول الوحيد عن هالعيلة، لهيك وجودك بالبيت بهالظرف الصعب ضروري.
عم تفهم هلأ ليش لازم تضل هون؟ أنت لازم تكمش المجرم. أنا جاهز. أبي هو ما بيقدر يقبض عليك. ليش ما منتصل بمحامي؟ حضرة المحقق، مو كل شي بتشوفه بيكون حقيقة. سأل مين ما بدك بيقول لك إنه فولان فاكور مستحيل يخطف أولاد الناس. اعتقلوه فورا. واقف عندك. إذا لسه بتتجرأ وبتقرب خطوة واحدة لقدام راح أقتل كل رجالك، عم تفهم؟ مانجيتا تركني روح. لا يا معلم، أنا راح روح بدالك. أنت ساعدتني كتير بكل المشاكل اللي واجهتني وأنا بشكرك من قلبي، بس هالمرة أنا لازم واجه هالمشكلة لحالي. خليني روح. وهلأ نزل سلاحك. يلا بابا. أنا متأكدة أنه أنت بريء. المحقق غلطان كتير وأنت بتعرف هالشي. لا تروح. لا تخافي بنتي. يلا. اجمع الرجال واتصل بالمحامي. جهز كل شيء بسرعة. اسمع، بعت حدا لعند مسؤول المنطقة، وإذا ما مشي الحال شوف الأعلى. لازم طالع أبي بسرعة. اللي صار مو منطقي، أكيد في أكتر من شخص تآمروا علينا. البنت انخطفت بالسر وانحطت بالقصر قدام عيوننا. معقول يصير هيك شيء؟ كيف ولا واحد منا شك إنه في شيء غلط مثلاً؟ إليلي أنتي على شو عم بتلمحي بالضبط بادي أما؟ قصدك إنه في حدا من هذا البيت مشترك بالجريمة يعني؟ إيه، ومشان هيك ما اكتشفنا الجريمة. عمي مانجيتا تعال معي بسرعة. بريم ابني، أنت لوين رايح؟ وليش حامل المسدس؟ بابا بريم، انت هون؟ ايه بابا. بابا اسمعني، ما قدرت اجي لهون لحالي. جبت مانجيتا ورجالنا كلها ومسؤول المنطقه والمحامي ليساعدوني. بدنا نطلعك من هون. كيف رح تثبتوني بريء من هاي التهمه؟ الشرطه فتشت بيتنا ولقت اخت المحقق محبوسي، وهذا دليل قوي ليتهمونا. عائله ثاكور ما انا بحاجه اثبات. ابي انت دائما بتقول الحقيقه وهذا هو إثباتنا. كلامك هاد بيفرح لي قلبي ابني. أنت عم تحكي من محبتك لإلي وثقتك فيني، بس يا ابني ما في بس بابا، كلامك هو الصدق، ومشان هيك ما في داعي إنه نتردد. رجالنا محاوطين قسم الشرطة، أنت لا تأكل هم بالمرة. رح أحكي مع المحقق، إذا اقتنع بينتهي كل شيء، وإذا لا أنا رح طالعك بالقوة من هون. لا تغلط يا ابني، انت ما بصير تطالعني من السجن بهاي الطريقة، لأنه الناس رح تاخذ فكرة عن بيجو سراي انه السلطة فيها أقوى من الحقيقة، وأنا مستحيل اسمح بهيك شيء أبدا. ابني مستحيل نعمل هيك. ما رح تقدر تمنعني بابا.
إثبات براءتك مسؤوليتي. لازم طالعك من هون بسرعة، هذا وعد مني أنا. أنت كتير ضروري تطالعني من هون، بس بالطريقة الصحيحة يا ابني. عم تفهم؟ عدونا خطط ليخلينا ضايعين ويفوت عبيتنا بدون ما نحن نحس عليه. السبب اللي خلى الشرطة يعتقلوني هو تحدي كبير بالنسبة لإلنا، ولازم نلاقي حل بأسرع وقت. بدي إياك تفهم كل كلمة قلتها، لأنه صدقني حسب خبرتي اللي أنا كسبتها بهالحياة بتأكد لي إنه عدونا موجود جوا البيت. عن جد بابا؟ كيف بتقدر تكون متأكد لهالدرجة هاي؟ رح أقلك، لأنه اللي عمل هالشي بيعرفني كتير منيح، وبيعرف إنه عيلتي هي مصدر قوتي وأهم شي عندي بكل الدنيا. منشان هيك عدوي دخل على بيتي وعم بيحاول يعمل كل شي لحتى يفرق بيني وبين عيلتي. لازم تثبت براءتي قدام الكل وتثبت لهم إنه كان معي حق لما حطيتك بدالي، وأنا متأكد إنك رح تنجح ورح تكون أحسن حاكم مر بتاريخ العيلة. أنا ما بقدر استنى، هالموضوع ممكن ياخد وقت طويل. معقول هيك تضل محبوس؟ بكفي بكفي، فهم علي، لازم تفهم العالم إنه أبوك بريء وإنك قادر تهتم بالعيلة مثله وأكتر. يا ترى ليش طول بريم كل هالقد؟ معقول قدر يطالع فولان من السجن؟ رجعت يا بريم؟ بريم؟ وينو فولان؟ بريم؟ اختي سألتك سؤال، يلا جاوبها. انت مو رح تطالع فولان من السجن؟ ليش رجعت لحالك قول؟ لأنه الأدلة بتقول إنه أبي مذنب. القصة معقدة كتير. أخته للمحقق التقت عنا، والأدلة كلها ضدنا، وإذا ما قدرنا نجيب دليل على براءة أبي رح يضل محبوس. شو هالحكي الفاضي؟ أنت الحاكم وما بيصير تكون ضعيف. أخذت معك كل رجالك والمحامي والمسؤول على قسم الشرطة، ليش ما طلعتوه؟ خبرني، ليش ما قدرتوا تطلعوا بريم؟ شو صار؟ ليش راجع مزاجه محكر وماله نفس يحكي؟ لهيئة إنه خطتي الذكية رح تنجح، وهي انحبس فولان وما قدر بريم يطالعه من السجن. دخل على بيتنا هو ورجاله وقبضوا على أبونا ونحن ما قدرنا نعمل شيء. معقول هذا الحكي؟ وهذا الجبان اللي عملتوه حاكم ضل ساكت وما عرف يتصرف. قال ما لازم نقتل، كيف يعني؟ شو نعمل لكان؟ يلا فهموني، لا تقتل هاد ولا تقتل هداك، شو نعمل؟ نضل عند فراج؟ تركيني لحالي بانديا. ممكن اني فوت؟ لازم احكي معك ضروري. اكيد انت بتقدري تفوتي، لانك مانك بحاجة اي اذن مني. شو عم تساوي بونام؟ متأكدة إن أجت لحتى تعمل مشاكل بيني وبين بريم؟ كان المفروض إنك ترجع السيد فولان، ليش ما أجا؟ ليش وعم تخطط هي؟ وهي ليش مهتمة وعم تسأل عن السيد فولان؟ أنت بتقدر ما تجاوبني على سؤالي بريم، بس لما بيجو سراي وأهله رح يسألوك نفس السؤال، وقتا شو رح يكون جوابك؟ أنت صرت الحاكم، وأكيد أنت هلأ بموقف حرج لأنه الحاكم ما بيقدر يستغل القانون لمصلحته الشخصية، بس هو أبوك
أنت كيف قدرت تترك أبوك بالسجن؟ فهمني. أيوة، هي البنت عم تخرب لي مخططاتي، عم تحاول تقنع بريم يستخدم نفوذه. معقول هيك؟ شو لازم أعمل إذا بريم رد عليها؟ بلكي غير رأيه، أو بلكي اقتنع. وقتها بتفشل خطتي وكل تعبي رح يروح على الفاضي ويكون بلا فايدة. أنت كتير متغير. بريم اللي بعرفه كان رح يخرب الدنيا ويعمل المستحيل لحتى يطالع أبوه من السجن حتى لو اضطر يخالف القانون. كان رح يحاول يلاقي حل لكل مشاكل عيلته وما يسمح لحدا يأذيهم. كان رح يلاقي الشخص اللي عمل هيك ويحاسبه. لازم وقف بونام عند حدا بأي طريقة، لازم امنعها، ما رح اسمح لها تخرب لي خططي. معك حق باللي عم تقوليه، أنا تغيرت. حاكم بيجو سراي بلا فايدة وما له أي دور وما بيفيد بشي كمان. بس بصفتك شو جاية تحكي؟ قليلي شو اللي بيهمك؟ ها؟ ما بدي أسمع ولا كلمة من يلي قلتيه. طلعي لبرا يلا. بريم أكيد أنت دايخ ومو فهمان شو عم تحكي. إيه أنا دايخ، دايخ وماني بوعي مرتاحة هيك؟ خلاص تركيني لحالي، تركيني لحالي وروحي، روحي روحي. سمعتي شو قال؟ فهمتي عليه ولا لا؟ لا تحاولي تفوتي على الغرفة مرة تانية، مفهوم؟ وهلأ روحي. اليوم وضحت لي كل شيء يا بريم. بهالوقت ما في حدا بيقدر يأثر عليك أو على قراراتك، وهلأ إجا الوقت لخطوطي التانية. ليش هيك صار؟ شو صاير؟ معقول السيد تاكور جان؟ يعني وإذا خسرنا صفقتين كبار شو هالشغلة العظيمة؟ معقول يعمل هيك شغلة وبيخطف أخت المحقق؟ عن جد ما عم صدق. هذا المحقق زلمة مجنون ومستحيل يتركنا بحالنا. هو أكيد رح يسعى ليخلي السيد تاكور بالحبس. بكفي ريكا، شو هالحكي اللي عم تقولي؟ سامحيني شوتي أم، أنا كتير خايفة هلأ وعقلاتي مو معي. شو بدنا نعمل وشو لازم نتصرف؟ ما بعرف شو عم أحكي هلأ وعم فكر بالمصيبة اللي نحن فيها. ما رح يصير شي طالما أنا موجودة هون. فيكن تفهموني ليش الكل خايف ومكتئب؟ هو زلمة واحد اللي بالسجن، أما الباقي فموجودين. المحقق هو اللي بده يانا نخاف، وإذا نحنا خفنا هو اللي رح يربح. ولهيك عم قلكن لازم نكون طبيعيين طالما ما في شي صاير. نحنا مو خايفين من حدا، وتخطينا أمور أصعب وأخطر من هاي بكتير. مو هيك يا أختي؟ شفتي كيف شوتي أما؟ شفتي إنه الكل خايف؟ حتى بادي أما عم ترجف من الخوف. يلا قولي لي، كيف ممكن إنه بادي أما تهتم بالمسؤوليات وبالها مشغول؟ أنا من لما شفتكن وأنتو بهالحالة هاي خفت عليكن كتير، وعرفت إنه ما حدا رح يقدر يتحمل هالمسؤوليات. ولهيك أنا لازم أعمل شي. بادي أما يلا أعطيني المفاتيح. شو عم تعملي بنديا؟ ليش؟ شو مفكرة؟ مانك شايفة
إني عم حاول أتحمل المسؤوليات. شو في حالة بادي أما؟ فيها تهتم بالبيت وهي بهالحالة؟ أنا مع رأي عمي بأنه كل مفاتيح القصر لازم تكون بإيد ستي بادي أما، بس هو هلأ مانو هون ولا حدا ممكن يتحمل هالمسؤولية، فلازم أنا أعمل شي. وعلى كل حال زوجي مثل ما بتعرفوا هو ملك بيغوساراي، وبما أنه نحن تزوجنا فمن واجبي أني أهتم بأمور البيت كلها، ومستحيل أتهرب من واجباتي أبداً. بس أنتوا لا تقلقوا، وقت يطلع السيد فولان من الحبس رح يكافئني. بس للأسف السيد فولان ما رح يطلع أبداً، رح يقضي بقية حياته بالسجن ورح ارتاح منه. هذا العقاب كتير صغير مقابل كل الشغلات اللي عملها فينا، وغير هيك أنا بستاهل مكافأة وما رح أطلبها أبداً لأني أخذتها هلأ بإيدي. يلا شدوا حالكم وبلشوا بالطبخ، خلونا نعمل الغداء. يلا ناو شلو فرق دو جو.